النهارده حلقة جديدة ودرس جديد، بنستكمل سلسلة الحلقات اللي بدأناها المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت احنا خدنا اللايت ودرسنا اللايت وخدنا السورسز اوف لايت سواء كانت ناتشرال او ارتفيشال. درسنا بعد كده اللايت بروبرتيز، الفايف بروبرتيز اوف لايت. لايت ترافلز ان ستريت لاين، لايت ترانسميتس ثرو ديفرنت ماتيريالز سواء كانت اوبيك او ترانسبيرنت او سيمي ترانسبيرنت. light reflection and light refraction و light separation. النهاردة هنبدأ نتكلم على حاجة جديدة خاصة باللايت، منها seeing colored object أو رؤية الأجسام الملونة. ليه إحنا بنشوف الأجسام ملونة؟ وهل اللون اللي إحنا بنشوفه دوت بيكون أساسا من إيه؟ إحنا خدنا المرة اللي فاتت إن ال white light consists of seven spectrum color which are red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. باخد بالي قوي ان الالوان دي ليها ترتيب ما بيتغيرش، هي مرتبه بهذا الشكل، بتبدا بالred and ends with violet. طيب كنا بنسال بعضنا او بنسال نفسنا، هل ال 7 spectrum colors دول لو اتحللوا زي ما حصل في الجلاس بريزم وزي ما حصل في الريمبو او قوس قزح، هل ممكن يتجمعوا تاني؟ والله ده ممكن يتجمعوا تاني ويعملوا produce white light. يبقى by mixing 7 spectrum colors white light produced، بينتج white light. ننتقل للنقطة اللي بعد كده، تعالوا نشوف فيديو قصير على النقطة ديت، على white light 7 spectrum colors rainbow وازاي بعمل تاني وبكون تاني white light، نشوفه مع بعض. زي ما احنا شايفين ان الوايت لايت بيتكون من 7 الوان، وده اللي موجود في الرينبو بعد ما المطره ما بتمطر. ده بيحصل برضو في المعمل او في اللاب لما بستخدم الجلاس بريزم as a tool to separate white light into 7 spectrum color. الجلاس بريزم بيحلل الضوء للسبع الوان زي ما انتوا قلتوا المره اللي فاتت، زي اللي بيحصل في السي دي، بس انا عندي الاداه فعلا اللي بتحلل الالوان عندي في المعمل هو الجلاس بريزم. يبقى انا عندي حالتين، حاله في الناتشر اللي هي الفينومينا رينبو بتتكون after raining at the daytime ان ال rain droplets forming 7 spectrum color، بتعمل light splitting تحليل الضوء، وعندي الجلاس بريزم بيعمل نفس الحكايه وبيكونها. طب هو انا ممكن اجمعهم تاني واعمل ميكسنج لل 7 سبيكترام كولر؟ بيتساءل. طب هنعمل اكتيفيتي تاني، هنجيب ديسك كده او كرتونه او ورقه مدوره وهنبدا نقسمها لسبع الوان، لازم يكونوا ايكوال ان سايز، يكونوا بنفس الحجم، وهنبدا نلونهم بال 7 سبيكترام كولر ان اوردر، لازم يكونوا بالترتيب ريد اورنج يلو جرين بلو انديجو اند فايولت. هعمل small hole or make small hole in the middle وهعمل rotate للديسك. الديسك ده اسمه نيوتن ديسك، الديسك ده اسمه نيوتن ديسك، بيبدأ يعمل rotate، وكل ما هو بيحصل له mixing ل 7 spectrum color by the rotation بيديني produce white light أو بينتج لي اللون الأبيض زي ما احنا شايفين. طيب ننتقل للنقطة اللي بعد كده، طب ليه أنا بشوف الأجسام ملونة؟ ليه مش بشوف الالوان كلها بنفس اللون؟ نرجع للتقسيمه اللي خدناها، هي الماتيريالز كان كلاسيفايد انتو اوبيك كانت مواد معتمه، ومواد ترانسبيرنت، ومواد سيمي ترانسبيرنت. احنا بنقول ان الترانسبيرنت والسيمي ترانسبيرنت شبه بعض كده، فهنحطهم في مجموعه واحده مع بعضه والاوبيك لوحدها. الاجسام الترانسبيرنت بتكون كالرد، بتكون ملونه. أجسام الأوبيك ممكن تبقى وايت، ممكن تبقى بلاك، ممكن تبقى كالر، تبقى ملونة فيها ألوان كتير، ريد بقى، أورنج، جرين، أي لون. هنبدأ نتكلم على كل واحدة منهم بالتفصيل، إزاي هي بتكون لون أو إزاي بتظهر بشكل ملون. هناخد أول حاجة seeing the color transparent and color translucent object، إزاي بشوف الأجسام الشفافة والنصف شفافة ملونة. زي ما احنا شايفين قدامنا green glass bottle
الجرين بلاس باتل لما بيسقط عليها الوايت لايت اللي بيتكون من السبع الوان، بتمتص كل الالوان دي جواها وبتخرج منها الجرين لايت. فكل الاجسام الترانسبيرنت بيمشي عليها نفس القانون ده ونفس القاعده دي، ان it absorbs all light colors، بتمتص كل الالوان، and allow its own color to pass through، وبتسمح بمرور لونها من خلالها. يعني لو كانت جرين بتخرج اللون الجرين، لو كانت بلو هكذا، لو كانت ريد بتخرج اللون الريد. يبقى كل اجسام الترانسبيرنت او السيمي ترانسبيرنت it absorbs all light colors and allow its own color to pass through. ننتقل للنقطة اللي بعد كده. طب لو كان أوبيك، لو جسم مظلم، لو جسم معتم، الأجسام الأوبيك عندي أول حالة فيها الوايت أوبيك أوبجكت، الجسم الأبيض. في الجسم الأبيض زي ما احنا شايفين الوايت بيبر كده، أو لما بيسقط عليها الضوء الأبيض اللي ذات consists of certain spectrum color، بيعمل لها كلها ريفلكت الناحية التانية، فأبدأ أشوف الورقة بنفس اللون بيضة. اي لون بيسقط على الجسم الابيض بيعمل ريفلكت على طول، بيعكس اللون اللي سقط عليه. فالوايت لايت it reflects all light colors، بتعكس كل الاضواء اللي بتسقط عليها، and it doesn't absorb any color light، وما بتمتصش اي لون. يبقى white opaque object it reflects all light colors، بتعكس كل الالوان، and it doesn't absorb any color light، وما بتمتصش اي لون. ننتقل للنقطة اللي بعد كده. لو جالي جيف ريزون بيقول لي we wear white clothes in summer، ليه بنلبس ملابس بيضاء في الصيف؟ لنفس الفكرة، احنا بنلبس ملابس بيضاء لان it reflects all color light، بتعكس كل الضوء اللي عليها، and it doesn't absorb any color light، وما بتمتصش اي لون، فبتخلي الجسم cool كده ومش بيسخن. طب لو كان black، black opaque object، في البلاك اوبيك اوبجكت ات ابزوربس اول لايت كلر، تمتص كل الالوان اللي بتسقط عليه، اند دوزنت ريفلكت اني كلر لايت، وما بتخرجش منها ولا بتعكس اي لون. ناخد بالنا الجسم اللي كان ترانسبيرنت بيعمل ترانسميت للالوان، لكن الجسم الاوبيك بيعمل ريفلكت بيعكس. فالبلاك اوبيك اوبجكت ات ابزوربس اول لايت كلرز اند دوزنت ريفلكت اني كلر لايت. سو we wear black clothes in winter، عشان كده بنلبس ملابس سودة في او غامقة او داكنة في ال winter في الشتاء. يبقى لما يجي لي سؤال ده give a reason هقول له because it absorbs all light color and doesn't reflect any color light and keeps the body warm، هتحفظ درجة الحرارة. طيب ايه در ايه علاقتها بالحرارة؟ لان ضوء الشمس لما هي بتحفظه في الملابس بتمتصه هتخلي دايما جسمي دافي، يبقى and keep the body warm. هننتقل للنقطة اللي بعد كده. colored opaque object، الألوان المعتمة الملونة، قد تكون yellow، قد تكون blue، قد تكون red، أيا كان. زي ما احنا شايفين اليالو بانانا اللي موجودة قدامنا it absorbs all light color، امتصت كل الألوان اللي سقطت عليها and reflect the yellow color، وعكست اللون الأصفر. أي لون بقى بيعكس لونه، بيمتص كل الألوان وبيعكس لونه. يبقى it absorbs all light colors and reflects its own color only، بتعكس لونها فقط. So لو جالي سؤال بيقول لي give reason the banana fruit appears yellow، أقول له because it absorbs all color light and reflects the yellow color، its own color، بتعكس لونها. كذلك الأبل، كذلك أي جسم ملون أوبيك بيمشي عليه نفس القانون. طب ننتقل للنقطة اللي بعد كده. primary light color، الألوان الابتدائية أو الألوان الأساسية، هما ثلاث ألوان red green and blue. red green and blue they are the color lights that can't produce by mixing any other color light، مش بينتجوا بمزج اي لونين تانيين، هي كده ربنا خلقهم red green and blue. لكن لو عملت للتلاتة دول ميكسينج زي ما احنا شايفين دول produce white light، يبقى ميكسينج red plus green plus blue produce white light. طب secondary color lights they are the light colors that produce by mixing two primary color light
such as yellow, magenta and cyan. المجنتا اللي هي البيربل والسيان اللي هي اللايت بلو الازرق الفاتح. طب تعالوا نشوف كده السكندري كولر لايت بتتكون ازاي. ريد وجرين يديني يلو، ريد وبلو يديني ماجنتا، بلو اند جرين بروديوس سيان. بحفظ الالوان مين مع مين بيديني ايه، يبقى ريد وجرين يلو، ريد اند بلو بروديوس ماجنتا، بلو اند جرين بروديوس سيان. طب عايزين نشوف فيديو بيوضح لي فكرة الألوان دي، تعالوا معاك. زي ما احنا شايفين في الفيديو اللي قدامنا التلات ألوان green, blue, red mixing اما بيتداخلوا مع بعض بالشكل ده produce white light. طب لو امتزج لونين مع بعض ها blue green cyan, blue red magenta, red and green produce yellow. هيبدأ في الفيديو يخفي ضوء من الأضواء ديت ونشوف الألوان اللي بتتكون مع لونين فقط. أدي blue and green cyan yellow magenta and produce التلاتة مع بعض produce white light. طيب لو شفت جسم ورا جسم شفاف، جسم opaque ملون ورا جسم شفاف تاني ملون. Watching a colored opaque object أو watching a colored object، لو أنا شفت جسم ملون through transparent colored object خلال جسم ملون آخر هشوفه إزاي؟ عندي حالتين اتنين في الحالة دي بركز فيهم جدا. First case is a red apple behind red glass sheet، تفاحة حمراء ورا red glass sheet. إيه اللي بيحصل في الحقيقة؟ في الحقيقة إن ال red apple بتعمل absorbs all light colors and reflect red color، بتمتص كل الألوان وبتعكس لونها. طيب الريد جلاس شيت اللي قدامها اللي أنا ببص من خلاله، ده بيمتص كل الألوان، هي ما خرجش منها أي ألوان. and transmit its color، وبيمرر لونه. هو لونه إيه؟ لونه red. والتفاحة خارج منها إيه؟ خارج منها red، لون أحمر. طيب يبقى بالتالي أنا هشوف التفاحة بالشكل ده لونها بالظبط هيبقى لونها red. فيجي لي جيب ريزون في الجزئية دي ويقول لي the red apple is seen red، التفاحة الحمراء لونها red behind a red glass sheet، خلف لوح الإزاز الأحمر. ليه؟ هقول له because the red glass sheet absorbs all light color and transmit، وبيمرر the reflected red color، الضوء الأحمر اللي انعكس returned back from the apple اللي خارج من التفاحة كمان مرة because the red glass sheet، عشان لوح الإزاز الأحمر absorbs all light color، بيمتص كل الأضواء and transmit، وهيمرر the reflected red color، الضوء الأحمر اللي بينعكس returned back from the apple اللي خارج من التفاح. طب لو غيرنا الجلاس شيت الأحمر دوت وحطيناه بلون تاني، أي لون بقى؟ فليكن green، هيحصل ايه؟ نتفقنا ان الابل اوبيك ماتيريال بتعمل ايه؟ absorbs all light color، تمتص كل الالوان and reflect its color، وبتخرج الاحمر. طيب والجرين جلاس شيت اي لون هيمر منه هيمتصه، يعني الريد ده هيمتصه بالظبط، هيمتص الريد ويجي يمرر لونه. هي التفاحة خارج منها اخضر؟ لا، مش هيخرج منها اخضر. طب يبقى ايه اللي حصل؟ كأن التفاحة ما خرجش منها اي لون، فبالتالي it seems black، بتبان له كأنها لونها أسود. فيجي لي give reason يقول لي the red apple is seen black behind a green glass sheet، بتبان إنها سودة وراء لوح الإزاز الأخضر. هقول له because the green glass sheet absorbs the reflected red color returned back from the apple، عشان الجرين جلاس شيت امتص اللون الأحمر اللي منعكس منين؟ إلا منعكس من الأبل. يبقى تاني because the green glass sheet، لوح الإزاز الأخضر absorbs، امتص the reflected red color، الضوء الأحمر اللي انعكس returned back from the apple. لحد كده انتهى الدرس النهاردة. لو ما زال عندنا أي أسئلة بنكتبها في المكان المخصص في الأسئلة بتاعتنا اللي هشيره معاكم حالا.
لو كان في اي اسئله عندنا بنكتبه في كيو اند اي questions and answer، وهنجاوب عليه مع بعض دلوقتي. شكرا. الفايلوت يا بافري ماجد هو البيربل، هو اللون البنفسجي. التجارب حقيقيه لو احنا عملناها يا احمد، سواء كان الجلاس بريزم، ولو عايز تشوفها عارف الكريستاله بتاعت النجفه، الكريستاله بتعمل انكسار للضوء او تحليل للضوء، بتخرج لي اللون السبع الوان. دي التجربه الاولانيه بتاعت الجلاس بريزم لو انا ما عنديش جلاس بريزم. لو عايز تعمل بديل تاني ليها بتاعت السدهايه، مرر ضوء ابيض على السدهايه بيدي لك السيفن سبيكترام كولر. طيب لو عاوز تعمل الجزء التاني من التجربه، ان انت فعلا تجيب قرص كده في حجم السدهايه وتقسمه لسبع الوان ولونه وابدا دوره بسرعه، هتلاقي ان هو بيدي لك وايت لايت. في سؤال بيقول لي وايت سيمز وايت، انا مش عارفه هو تقصد ايه بده، مين هي الوايت لايت؟ هو الضوء اللي ربنا خلقه اللي هو ضوء الشمس. الضوء دوت بيتكون من 7 سبيكترام كلر، بيتكون من 7 الوان مع بعض ميكسينج توجذر. ميس لو جبنا ضوء اسود على ورقه بيضه ماذا سيحدث يا احمد؟ احمد هو في ضوء اسود؟ ما فيش حاجه في الدنيا اسمها ضوء اسود، لان الظلام او darkness mean there is no light, absence of light، ما فيش light. لكن خلينا اقول لك سؤالك بطريقه ثانيه. افرض ان انا عندي red light وعملت له streaks او اسقطته على white paper، يبقى البيبر هنا لونها ايه؟ هيبقى لونها لون الضوء اللي سقط عليها، لان الوايت اوبجكت بتعمل reflect للون اللي سقط عليها، تمام كده؟ طيب نعكس، لو انا عندي ريد روز ورده حمراء واسقطت عليها وايت لايت تديني لون ايه؟ تديني لون ريد اللي هي لونها هي نفسها. سؤال يا مؤمن، ميس هو ممكن الترانسبيرنت يعمل ريفليكشن يعكس؟ لا يا مؤمن، الترانسبيرنت بيعمل ترانسميت، احنا خدناها من الحصه اللي فاتت. المواد الترانسبيرنت والسيمي ترانسبيرنت ما بتعكس، دي بتعمل ايه؟ ترانسميت. يعني ايه ترانسميت؟ يعني بتمرر الضوء منها، allow the light to pass through، يبقى مش بتعكس. مريم محمود، seeing colored object، ده الدرس التاني. ريد ويلو يديني اورنج يا ليلى، لو انا بعمل مزج للالوان اللي هي عارفه زي الوان المايه والالوان اللي احنا بنرسم بيها، اللي هي نحط الاحمر على اصفر يديني دي الالوان اللي هي الماده الماتيريال. لكن اللي احنا بنتكلم عليه دول لايتس، كولر لايتس، زي ما انت شفتي في التجربه كده بالظبط، ضوء زي الممثل اللي بيطلع على المسرح وبيسقطوا عليه ضوء معين. اللايتس لايتس يا احمد ضوء، مش الوان، مش لونين، فهمني؟ يعني مش بنلون لونين، ده ضوء زي ما شفته في التجربه كده بالظبط، ده فعلا بيحصل حقيقي. ميرسي، شكرا ليكي. تمام، وايت سيمز وايت، مين اللي سيمز ايه سيم؟ يعني خلونا ايه وانتوا بتكتبوا في الكويشنز، بلاش حد يكتب عشان انا مش فاهمه ايه بتعود على ايه. مين اللي سيمز وايت؟ لو انا فاهماك صح وانت قصدك ان ليه الجسم بيبان لونه ابيض، اي جسم بيبان لونه ابيض لانه بيعمل ريفلكت الاول كولر لايت اند دازنت ابزورب اني لايت، مش بيمتص اي لون، فده الوايت اوبيك اوبجكت. شكرا ليكم. بيتسجل. شكرا ليكم. انعكاس الضوء موجود الشرح، وممكن على فكره بعد الحصه او بعد المحاضره بتقدروا تدخلوا على اللينك تاني وتسمعوا الشرح تاني. السيان اللي هو الايه، اللي هو البيبي بلو، اللي هو الوايت بلو او اللايت بلو، اللي هو اللون الازرق الفاتح. طبعا في الازرق درجات، يعني الازرق درجات كتير. ليه التفاحه تظهر اسود؟ التفاحه الريد ابل بتظهر بلاك ورا او بيهايند اي لوح ازاز ليه لون تاني غير الريد. ليه؟ هي التفاحه اصلا لونها ريد، لان هي it absorbs all light color، بتمتص كل الالوان and reflect its color اللي هو الريد. طب انا لو حطيتها قدام blue او green glass sheet
لوح ازاز شفاف لونه اي لون تاني غير الريد، ازرق. الازرق بيمتص الريد اللي طلع، فبالتالي التفاحة بتبان سودا. اتمنى اكون وضحت لك. why white opaque object seems white because it reflects all light colors and doesn't absorb any color، لانها بتعكس كل الالوان وما بتمتصش لونها، ولونها ابيض بتعكس كل الاوبيك. ازاي لو حاجه اوبيك ولونها ابيض؟ اوبيك وايت، اوكي، بتعكس كل الالوان. احنا بنشوفهم وايت يا هنا لان هم together is white، هي بتعكسهم مع بعض، هي سقط عليها الوايت وبتعمله reflect white. ريد وجرين فكر معايا بيديني ايه؟ لا لايت. اللي بيسأل هل جمع الالوان مع بعض يديني وايت؟ لا، الالوان اللي احنا بنلون بيها لا، دول وايت لايت، اضواء ضوء. السيان هو ازرق فاتح. What will be the color if you look at the apple from green sheet؟ الجرين شيت قلنا لو حطينا الريد ابل خلفها يبقى بالتالي it appears black، هبان اسود. البرايمري color light red، ها green blue. الضوء بينكسر ايه لو كان يلوجي ما بين two media، two different media، يعني كان ما بين اي حاجة الضوء بينكسر ما بين الووتر والاير. طب في حالة زي الجلاس بريزم مش بيحصل له ريفراكشن، بيحصل له سيباريشن، بيتحلل. يا ميس يا ريت اعرف ايه المصطلحات الحفظ في الدرس قبل ما تحفظ، افهم. فهمت كويس؟ اه. طب ايه اللي مطلوب في درس النهارده ان انا اكون حافظه؟ طبعا الديفينيشنز، التعريفات، برايمري سكندري كولر لايت، اكون عارف تركيبه الالوان ايه مع ايه بيديني ايه. لو فهمت كويس مش هتتعب اصلا ان انت تحفظ، بس الديفينيشنز اكيد حفظ. ريجولار ريفليكشن، الريفليكشن اللي بيحصل على الميرور، ده كان الحصه اللي فاتت. الريفليكشن اللي بيحصل على الميرور ريجولار ريفليكشن اللي هو بيبقى على سطح سموث شايني سيرفيس. بالظبط، البلاك اوبيك اوبجكت بيمتص، فبالتالي بيبقى كيب ذا بودي وورم. انا جربت احط كرتونه يوسف والضوء ما عداش منها، طب تفتكر ليه؟ because ها الكرتون is an opaque object، هو opaque. دي حاجة تانية يا يوسف، ال opaque object مش بيمرر الضوء لكن بيعمل له reflect. can you use a crystal glass as a glass prism؟ yes ملك، you can use a crystal as a glass prism and CD. اللي بيسأل ميس هو احنا لو لونا عملنا يعني الكرتونه زي السي دي كده مدوره وبدأنا قسمناها، بس قسم مظبوط ورتب الالوان صح، السبع الوان بنفس الترتيب ويبقوا نفس الاحجام، هيدي لك ده كأنه نيوتن داسك وهيديني الوايت لايت. الماجنتا البيربل يا محمد الشاذلي، الماجنتا لون من الوان البيربل. ايه تعريف الجلاس بريزم؟ الجلاس بريزم it is a tool، هي اداه that is used to separate white light، تستخدم لفصل the white light into seven spectrum color، انها بتعمل تحليل للضوء. thank you. why does she seems blue while it is white؟ عشان بتعمل انعكاس لايه؟ تفتكر ايه اللي بلو وبتعمل له انعكاس؟ ملك، ايه اللي قدامها وهي بتعمل له انعكاس؟ فكري فيها. How glass prism أعتقد يا فريدة سؤالك إزاي إن glass prism produce 7 spectrum color؟ من الخصائص بتاعته كده إنه بيعمل مش انكسار بس للضوء، ده بيعمل له تحليل، بيفككه زي ما شفتي في التجربة، وتقدري تدخلي على اليوتيوب وتشوفي فيديوهات كتير. Thanks Miss. How I see black object؟ مهدي، you see the black object as it is، بتشوفها زي ما هي كده black because it absorbs all light color and doesn't reflect any color، بتمتص كل الالوان ومش بتعكس مش بتعكس اي لون. الانكسار يا من، الانكسار بيتم، هو مش في درس النهارده، كان الدرس اللي فات،
بيتم لو الضوء مر ما بين two different media like water and air، فبيحصل انكسار اللي هو change of light direction when a path through لما بيمر between two different media ما بين وسطين مختلفين. احنا قلنا اي white opaque object because it reflects all light color. انتوا محتاجين بس احفظوا لو فهمتوا الفكرة بتتم ازاي. الوايت اوبيك بيعكس كله، البلاك اوبيك بيمتص كله ما بيعكس، الكالرد بيمتص كله وبيعكس لونه. دي انتوا اخدتوها الكالرز اللي هي الالوان درسوها في الانجليش اللي هي الريد واليلو والبلو اعتقد كده، دي الالوان لكن دول كالر لايت اضواء. What will المجنتا قلنا البيربل، what will be the color of the apple if we have a green glass sheet؟ اعتقد بقى انت اللي هتقولي الاجابه دلوقتي، تفتكر لونها هيبقى ايه؟ ليلى miss gave reason why is black and opaque. هو تركيبه السؤال مش صح، لكن خليني اقول لك ممكن يجيب لي حاجه ويقول لي why مثلا blackboard is seen as it is او it appears black. احنا قلنا اي حاجه opaque black because it absorbs all light color، تمتص كل الالوان and doesn't reflect any color. التفاحه ما بتعكسش اللون الاسود يا لوجي، لكن لما بتبقى ورا لوح ازاز مختلف عن لونها هو بيمتص اللون الاحمر اللي خارج منها فتبان اسود. الانديجو لون درجه من درجات الازرق. السي دي اللي هي ايه؟ السي دي هجيب كرتون، ورقه كرتون ابيض خالص بيضه وهلون الالوان اللي هي 7 سبيكترم كلر نفس المقاسات وبالترتيب وهبدا ان انا اعمل لها روتيشن هتديني، تجرب تاني. يمنة الله سمير يعني ايه ريجولار ريفليكشن؟ ريجولار ريفليكشن الريفليكشن اللي بيحصل على الميرور سموث شايني سيرفيس. ثانك يو. انه بيحصل يا ملك بيحصل مش مجرد يعني ريفراكشن، ده بيحصل سيباريشن بتتحلل. دي حاجه ربنا خلقها ان الضوء نفسه بيتفكك للسبع الوان. اعتقد كده احنا خلصنا الاسئله. شكرا ليكم.